هذا الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى يحتاج منا إلى أن نعرف آدابه، فضله فضل كبير. ربي سبحانه وتعالى يعني أعطى للمنفق الأجر الكبير. سبحان الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، تصور أنت حبة قمح أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن شاء، والله واسع عليم. ولكن هذا الإنفاق سبحان الله بالمناسبة في سورة البقرة، في أواخر سورة البقرة، كل من ابتداء من هذه الآية إلى أواخر سورة البقرة كلها تتكلم عن الإنفاق، يعني أكثر من الصلاة وأكثر من غيرها. لماذا؟ لأن الصلاة، لأن الإنفاق عبادة متعدية. تك تصلي تصلي ليك، تصوم تصوم ليك، بس لما تنفق أنت تنفع غيرك، فهي عبادة ذاتية تاعك أنت، وعبادة كذلك متعدية تتعدى الغير تنفع الغير. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أقربكم يعني أو من الله سبحانه وتعالى أنفعكم لعباد الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم. لكن يعني هناك أستاذ من ينفع الغير، لكن يكون هذا النفع مرتبط بالمظهرية ربما أكثر شيء، بالتباهي والتفاخر. هنا تدخل الآداب، هنا تدخل الآداب. ربي قال بعدها مباشرة، قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم يحزنون. وبعد كي نداء، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا. كيف يعني؟ أنت تنفق وبعد تتكبر على من تنفق عليه، خلاص راحت هذه الصدقة سواء كانت زكاة أو صدقة. تنفق وبعد تمن، وش معنى هالمن؟ يعني شفت أنا يقعد دائما أنا صرفت عليك وندرت فيك الخير وأنا كذا. هذه الكلمة، مجرد هذه الكلمة تبطل الصدقة عند رب العالمين. هل يجب أن ننسى أو نتناسى الأموال التي أنفقناها في سبيل الله؟ يعني بالضرورة. القضية ليست قضية نسيان، هي عند الله محفوظة. والله لا يضيع أجر المحسنين. يعني احنا عندنا واحد مثال في الجزائر يقول لك دير الخير وانسى ودير الشر. وانا ما نقولش دير الشر، ما تديرش الشر باش ما تفكروش. انا نقول واذا درت الشر توب الى الله وتفكر، ولا ما تديرش الشر باش ما تفكروش. ولا ما تدير الشر، لانه اصعب شيء انك تتذكر هذه ودير الشر ودير الشر وتفكر ولا لا وفكر. لكن دير الخير، علاش؟ لانه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله سبحانه وتعالى، عند الله موجود عند ربي. انت نسيته، اذا كان انساه، يعني اذا كان انتم نسيتوه الله لا ينساه، ينسيه الله عز وجل.